أهلا بكم. أنا دكتور محمود سعد، محاضر العلاج الطبيعي بجامعة شيفيلد ببريطانيا، ومدير عيادات برايم فيزيو للعلاج الطبيعي ببريطانيا ومصر. الهدف من وجود عيادات برايم فيزيو في مصر اللي ابتدت السنة دي 2018 هو مش بس ان احنا نعالج مرضى في بأفضل طريقة ممكنة مبنية على دليل، لكن الهدف منها ان احنا نغير مستوى العلاج الطبيعي في مجال او تخصص الماسكوسكليتال او مشاكل الجهاز العضلي العصبي الحركي. احنا الهدف ان احنا يبقى في ستاندرد اوف تريتمنت، في معايير الى حد كبير بتتوافق مع المعايير الانترناشنال في علاج المشاكل اللي كلنا بنشوفها زي الباك بين او النيك بين، الام المفاصل، الام العمود الفقري. احنا عندنا هدفين رئيسيين، ان احنا نحاول نخلي المريض جزء فعال من العلاج عن طريق ان احنا نحطه على الطريق الصحيح، نقول له ايه هي المشكله بمنتهى البساطه وبطريقه واضحه جدا يقدر يفهمها، ونحاول نفهمه ازاي يكون جزء فعال من العلاج، ان هو يقدر يعمل تمرينات او يتفادى بعض العادات او الحركات اللي هو بيعملها، فبالتالي ان هو يقدر يتحسن على المدى القصير والمدى البعيد. ليه احنا مختلفين في طريقه التقييم والعلاج في عيادات برايم فيزيو بريطانيا وعيادات برايم فيزيو مصر؟ اول شيء لوجود تيم مؤهل على مستوى عالي. معظم ان ما كانش كل اعضاء العيادات برايم فيزيو هم اوريدي بيحاضروا على مستوى مصر او مستوى العالم، ده اول شيء، فهم مطلعين دايما على اهم او احدث شيء موجود في الابحاث، وبياخدوا فهمهم للدليل البحثي يطبقوه على المريض عشان يساعدوه ان هو يتحسن بسرعه. الحاجه الثانيه ان احنا ما بنستخدمش اي نوع من الاجهزه بصوره كبيره اللي هو كل الناس متعوده عليها في عيادات العلاج الطبيعي. احنا بنستخدم حاجتين مش اكتر، our brain and our hands. our brain to ان احنا نعرف ايه المشكله عن طريق التقييم، وان احنا نقدر نفهم المريض ايه المشكله. our hands ان احنا نعمل تغيير فعلا سواء في العضلات او المفاصل او في العمود الفقري، ان احنا نقدر نديله تحسن سريع وفوري يقدر يلحظه ويقدر ان هو يشجعه كمان ان هو يكون جزء فعال من العلاج ويعمل التمرينات العلاجيه في البيت. زي ما قلت هدفنا هو ان احنا نشوف المريض اقل عدد ممكن من الجلسات، وان احنا نخليه ان هو يكمل العلاج عن طريق الملاحظه سواء بالتليفون او سواء ان هو يبقى يعرف ازاي ان هو يعالج نفسه. فبالتالي لما نبص لها ده بيكون افضل طريقه للعلاج، لان احنا الوقت بيبقى اقل لكن التاثير ان شاء الله بيبقى اكبر. احنا منتظركم ان انتوا تزورونا عشان تعرفوا ليه احنا مختلفين، وعشان تعرفوا قد ايه ان مشاكل الجهاز العضلي العصبي الحركي مش كبيره ومخيفه زي ما بعض الناس بتتخيل. لفظ مثلا زي انزلاق غضروفي ده لسنين كبيره كان لفظ مخيف، لو اي حد شافه في الرنين المغناطيسي او في الاشعه ممكن يقول ده في دي حاجه انا عندي مشكله كبيره، لكن بنشوف دلوقتي ان منتهى البساطه عن طريق التقييم الممنهج للمشكله، وعن طريق ان احنا نطبق اساليب علاج حديثه ومباشره باستخدام العلاج اليدوي، وان احنا ندي المريض اكسرسايز تمرين او اتنين يقدر يعمله بصوره بسيطه في البيت، مش زي مشكله كبيره زي دي ممكن تكون فعلا مشكله مش كبيره. في عيادات برايم فيزيو احنا عندنا مبدا ان احنا ما بنعالجش المريض، احنا بندير المشكله. يعني ايه بندير المشكله؟ احنا بنعرف ايه هي ظروف المريض من ناحيه الانشطه اللي هو بيعملها، شغله، ايه هو احتياجاته اليوميه من ناحيه النشاط والحركه، ونقدر ان احنا نقدر نحور او نغير في اهداف العلاج ان هي تخدم اهداف المريض. تمام، احنا بنساعد المريض ان هو يعرف ازاي يتفادى المشاكل اللي بتخلي الاعراض تزيد، وان هو ازاي يكون جزء فعال من العلاج، يعمل تمرينات بسيطه يقدر يحسن نفسه. في فرق كبير جدا بين كلمه علاج وكلمه تقييم، ودي حاجة أعتقد إن هي حاجة بتميز عيادات برايم فيزيو بصورة كبيرة.